بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هناخد المحاضره الثالثه في ماده الكوزموتكس اللي هو السكين كير برودكتس الكريمز. هنكمل. طيب موسترايزنج وفانيشنج وفاونديشن كريم. احنا هناخد دلوقتي الموسترايزنج او الفانيشنج او الفاونديشن كريم. بس انا بس عايز اعرفكم يعني ايه كلمه فانيش، ليه سموه فانيشنج كريم؟ لان الكريمز دي بمجرد ما بتدهنها على البشره بتختفي بسرعه جدا، فيحصل لها فانيش ديسابير، فعشان كده سموها فانيشنج كريم. وبالمناسبه هي دي الكريمات اللي بتستخدم في كريم الاساس او الفاونديشن كريم. طيب موسترايزر، موسترايزنج طبعا سمبل سكين بارير برينسبل، مي بي لايت اور هيفي موسترايزنج كريم، يعني ممكن يبقى خفيف او تقيل، بس هو كل الفكره بتاعته ان هو بيرطب البشره. طبعا الووتر هي ذا اونلي ماتيريال ويتش ويل بلاستيسايز ذا اوتر ديد لاير اوف ذا ابيديرمس تو جيف سوفت اند سموث سكين. الميه هي الماده الوحيده اللي بتعمل الكلام ده، الميه هي الماده الوحيده اللي بتطري الجلد. طيب ازاي انت بتستخدم كريم وانت قاعد تقول الميه؟ لان الميه هي المشكله بتاعتها ان جسمك بيفقدها، الجسم بيفقدها بسهوله من الجلد، وده بيخلي جفاف، يؤدي لجفاف الجلد. طيب القصه بتاعتنا او كل الكريمات وكل الحاجات اللي احنا بنحضرها كلها عشان نمنع ان الميه تتبخر من الجلد، مش الكريم هو اللي بيعمل الحاجه، الكريم بس بيمنع الميه، الميه تفضل في الجلد، الجلد هيبقى سموث وسوفت. طيب لو الووتر لوس از مور رابيدلي فروم ذا ستراتم كورنيوم، اسرع من المستلم من الطبقات اللي تحتيه، طبعا الجلد هيحصل له دي هايدريتد، هينشف ويفقد الفلكسبيليتي بتاعته. طيب اويل الون ويل نوت ريستور ذا فلكسبيليتي، يعني الزيت مش هيرجع البشره، هو كل القصه لازم ميه، لازم الميه اللي طالعه هي اللي ايه اللي تعمل سوفتنينج للسكين بتاعنا. طيب في تو تايبس اوف دراي سكين، لا اما due to prolonged exposure to low humidity and air which modifies the normal hydration gradient of the stratum corneum، يعني للتعرض للبيئة الجافة الحارة اللي هو هيجفف الجلد، او physical او chemical change في السكين due to process such as aging اللي هو الانسان بيكبر او كده يعني مع السن يعني. الابروتش تو، طب التصور بقى والتخيل او الشغل بتاعنا عشان ارجع الميه للدراي سكين ليها 3 ديفرنت روتس، ليه 3 طرق. الطريقه الاولى اسمها الاوكلوجن، دول هنناقشهم دلوقتي بالتفصيل. اول طريقه بس انا هقول دلوقتي مختصر عليهم، الاوكلوجن اللي هو السد، ان انت تسد الطبق المسام وتسد الجلد، تسد على الجلد لفتره، طبعا مش فترات كبيره عشان ما ده ضار، هتسد الفترات قليله، الفترات دي هتخلي الميه ما تعرفش تتبخر من الجلد، الميه هتقعد في الجلد، الجلد هيحصل له ري هايدريشن تاني ويرجع سوفت. الفكرة التانية بتاعته ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها الهيوميكتنسي، الهيوميكتنسي ان انا هحط مادة على الجلد مش هتشد الرطوبة من الجو وتخلي الجلد بتاعنا يفضل مبلول او هيفضل في نسبة رطوبة. بس خدوا بالكم المادة الهيوميكتنت مش بتفرق، يعني انت لو حطيت منها تركيز عالي هي ممكن مش قادرة تسحب، او سحبت كل المية اللي في الجو او اللي متاح حواليها، يعني ممكن تسحب مية من النيمين من جلدك وتنشف جلدك، يعني ممكن تأذيك. طب والدليل على ذلك ايه؟ من الحاجات المشهورة قوي الجليسرين. لو انا عطيتك جليسرين، انت لما بتروح زمان كانوا الناس يحطوا جليسرين لما جلدهم ينشف، لو بتروح من الصيدلية بتلاقي جليسرين في مية فتقول ده مخشوش. هو الجليسرين هو حاطط لك فيه مية علشان لو هو سابهولك زي ما هو مركز هيسحب المية من الهواء، وهيسحب المية من جلدك وهيقلمك. وجرب تحط على حته فيها جرح مفتوح او فيها كده جليسرين مركز، هتلاقيه طبعا يعمل لك الم ستينجنج او تاثير لاسع على طول على الجلد على طول. طيب يبقى في الحاله دي لازم ناخد بالنا من تركيز الهيوميكتنت. كمان الريستوريشن اوف ديفيشنت ماتيريال، ودي طبعا فكره ان انت بتعالج السكن، بتشوف ايه الحاجات اللي ناقصه فيه، ايه الفيتامينز اللي ناقصه فيه. في مواد زي الان ام اف هناخدها دلوقتي، دي بتبقى لو ناقصه الجلد بينشف، وفي عشان كده فتلاقي ناس جلدهم يفضل سموس على طول، وناس من مجرد ما هم قاعدين في البيت برضو جلدهم بينشف، دي لان في مواد ناتشرال برودكتس ناقصه في جسمهم. طيب اول حاجه الاوكلوجن، زي ما قلنا ان انا بقلل الريت اوف ترانس ابيديرمال ووتر لوس ثرو اولد اور دامج سكين، عن طريق من خلال الجلد الاولد او الدامج، وطبعا بنحمي بروتكتنج الهيلثي سكين فروم افكت اوف سيفيرلي دراينج انفايرمنت اللي هي البيئه الجافه جدا. طيب اوكلوجن كوز ستراتم كورنيوم تو بيكام مور هايدريتد ميكينج ات سوفتر، زي ما انا قلت قبل كده.
ميني اوكلوسيف نون ووتر بيرميبل سبستانس، ممكن تستخدم زي المينرال اويل، الفيجيتابل اويل، حتى الزيوت في البيت، زيوت الاكل، اللانولين. اللانولين ده بيستخدم في حاجات كتير، ماده طبيعيه بتستخلص من جلد الخروف من جوه، خلاص بيسموها، ليها اسم تاني اسمه الوول فات، خلاص دي ماده طبيعيه. طيب الماده دي بتستخدم في منها، من الحاجات اللي بتستخدم فيها ان انا ممكن استخدمها في الكريمات دي، وكمان عشان تطر الجلد، وكمان بتستخدم في الورنيش عشان تخلي الجزمه بتلمع، لانه بيفضل بيمتص الميه وبيفضل محافظ عليها، فبيدي اللمعان اللي انت بتشوفه ده. وكمان في مواد تانية اسمها السيليكونز. طيب mixture of lipid and other fatty chemicals have been used which imitate the composition of natural oil skin secretion. ممكن نستخدم مواد تانية. The use of such artificial skin lipid mixture is not used commercially because they are difficult to formulate into an emulsion and preserved microbiologically. يعني ما ينفعش، مش بيبقى، مش مجدي ان انت تعملهم، لان هما ما بتقدرش تحافظ عليهم، لان هما ممكن تنمو عليهم الايه، البكتيريا. طيب alternatively the use of similar film forming material. ممكن تعمل مادة بسيطة جدا، تعمل فيلم على سطح الجلد. لما بتعمل الفيلم ده بتمنع ان اي حاجة او اي مية تتبخر منها، زي مثلا الالبيومين، الميوكو بوليساكرايدز، a mixture of 20 amino acids such as occurring skin كيراتين، الجيلاتين، الهيدروليزد بروتين، كل المواد دي تنفع. If fruit or vegetable extracts have been any value by the virtue of the بوليورونيك اسيد، طبعا بوليورونيك اسيد الناس بتعمل منه تحضيرات كتير وبيبيع كويس قوي وليه سمعه كويس قوي في الكوزموتكس. الشوجرز، الامينز، الامينو اسيدز، ده كمان في ناس بيستخدموا مستخلص البامبو، البامبو اكستراكتس، خلاص اللي بيبقى جاي من الصين، برضو بيقول لك انه طبعا بيرطب، لان الشجر ده بيفضل رطب على طول، فهم بيستخلصوا، بياخدوا مستخلصات منه ويحطوها في الكريمات. طيب more recently skin barrier material، ممكن كمان quaternary ammonium complexes، ممكن برضو تستخدم ان هي بتمنع الووتر لوس، زي ايموليانس، زي الكواترنيوم 19 والكواترنيوم 22، دي من المواد هتلاقوها برضو موجودة في بعض الكريمات اللي عندكم. طيب الهيوميكتانت، الهيوميكتانت هو اتراكت الووتر فروم ذا اتموسفير. الهيوميكتانت بيشفط المية من الجو، بيستخدم مع موسترايزر، طبعا من اشهر الحاجات الجليسرين او الجليسرول، الايسيلين جلايكول، البروبايلين جلايكول، السوربيتول، الجليسرول او الجليسرين يعني، والسوربيتول تقدري تستخدموهم، طبعا نقدر نستخدمهم بطريقه بسيطه. الايسيلين جلايكول الى حد ما، البروبايلين جلايكول بكميات كبيره هيبقى سام لجسم الانسان. طيب it was claimed that الصوديوم لاكتيت كمان بيستخدم كبفر وبيستخدم كهيوميكتانت كويس. طيب اللاكتيتس ار كومباتيبل وذ موست كوزموتيك انجريدينتس. اللاكتيت بيستخدم بسهوله، عشان كده ممكن تلاقيها في التحضيرات وما تبقاش عارف هو حاططها ليه. طيب كمان الريستوريشن اوف ديفيشنت ماتيريال، التالت واهم واحد ويعتبر هو اغلى واحد، ان انت هترجع المواد اللي ناقصه، اللي هي اصلا بتحافظ على رطوبه الجلد، اللي بتفرق من انسان لانسان. بيبقى في كريمات محطوط فيها ماده، في ماده طبيعيه ربنا خلقها عندنا بتتفاوت كميتها من انسان لانسان، وهي اللي بتخلي حاله الجلد بتاعه الانسان ده احسن من التاني، اللي هي اسمها ناتشورال موسترايزنج فاكتور، ال NMF. ده بيبقى موجود وبيتشال طبعا عن طريق تتعرض لسولفنتس وكيميكالز والكلام ده. طيب في بعض الاحيان بيحطوا كريمات بتبقى غاليه قوي بيحطوا فيها المواد دي، فدي بتخلي الجلد يتحسن بسهوله. طيب the material should have both popular and polar and non-polar moieties. طبعا اي ماده انت عايز تحطها طبعا بيبقى ليها ماده، جزء بولر وجزء نون بولر، يعني كانه سيرفكتنت او صابون يعني. طيب زي الصوديوم 2 بايرولودون، 5 كربوكسيليت، والصوديوم لاكتيت، دول يعتبروا كانهم مواد هيوميكتنت طبيعيه. الصوديوم لاكتيت دي ماده رخيصه جدا، انت ممكن تحطها في كريمات وتبقى الكريم ليه فاليو عاليه وهو مش مكلف عليك حاجه اصلا. طيب الايموليانس، الايموليانس هي ماده امبارت سموثنس اند جنرال سنس اوف ويل بينج، بتدي رطوبه وطراوه للجلد. خلاص المواد دي بتستخدم كتير جدا، ممكن نستخدم فيها مواد ايموليانت زي الجليسرين والسوربيتول والبروبايلين جلايكول، ما يعتبر هما هيوميكتنت زي بعض. طيب المينرال اسيد، المينرال اويلز والسيليكونز برضو بيستخدموا للتنظيف وفي النايت كريمز. البروبايلين جلايكول هو بريزرفاتيف اصلا ضد المايكرو اورجانيزم في بالكونسنتريشن اكتر من 8%.
ممكن زي ما قلنا اللاكتيت قلناها، اللانولين كمان بيستخدم كديزايرد ايموليانت، لانولين كويس جدا. طيب الفانشنج والفاونديشن كريم، الماد الكريم الفانشنج اللي احنا بنستخدمه بقى دلوقتي كمان كفاونديشن كريم. طبعا الناس دلوقتي البنات هتقول هو الفاونديشن كريم يا دكتور مش بيبقى ابيض شفاف، ده بيبقى ليه الوان. الالوان لان انا عملت بيجمنتد فانشنج كريم او بيجمنتد فاونديشن كريم، وهو ده اللي مشهور. زمان كان في كريم شفاف بتحطه وبعد كده بتحط عليه البودره، بس لقوا طبعا الشكل بيطلع في الاخر زي البلياتشو، فبقوا بيحطوا الماده البودر مع الكريم مع بعض ومخلوطين عشان يبقى التوزيع سموس وعادل، يعني كل البشره متغطيه ما تبقاش في حته فاتحه وحته غامقه ويبقى شكل مضحك يعني. طيب ديفينيشن اوف فانيشنج كريم، في فانيشنج كريم هو اتشيف زير رابيد دروب ان افكت. الفانيشنج كريم متكون من مواد ايموليانت بيختفي بسرعه على الجلد مجرد دهنه. طيب الديفينيشن اوف فاونديشن كريم هو نفس الخصائص اللي فاتت، بس انا ممكن احط لك فيه ماده كمان، هو بيبقى قادر على حمل الميك اب لان هو بيمسك في البشره، وبيبقى الماده الزيتيه اللي فيه تقدر تشيل الالوان اللي انت هتحطها او البودرات اللي انت هتحطها على البشره. طيب دلوقتي بقى هم عاملينه جاهز، حاطين عليه البودرات معاه، فبيبقى جاهز على طول ايه ان هو يتفرد على البشره على طول. طيب فورمولا اوف فانيشنج كريم، في هاي كواليتي ستيريك اسيد، كل ما يغلى الهاي الستيريك اسيد كل ما يبقى الفانيشنج كريم ده عالي او غالي شويه. خلاص في كمان بحط معاه سوب وبحط معاه ماده اسمها الاستيارين، الاستيارين هو الاسم التجاري للستيريك اسيد خلاص، لكن هو عباره عن استيريك وبالميتك وسمول اماونت اوف اوليك اسيد، دي الحاجات دي بنحطها في الفانيشنج كريم. طبعا دي فورمولا ممكن تستخدموها بعد كده. البيجمنتد فاونديشن كريم اللي انا حاطط فيه بيجمنتس، البيجمنتد فاونديشن كريم بيبقى فيه من 3 ل 5% بيجمنتس خلاص، بتوين 3 و10% كان فورم هاير بيجمنت كونسنتريشن اند كان بي يوزد از كومبليت ميك اب، يعني لو نسبه البيجمنتس زادت فيه ممكن يستخدم ككومبليت ميك اب، وبيسمى باودر كريم اللي هو بيبقى موجود في صوره بيلز كده حبوب ومعاها اسفنجه، او عباره عن كومباكت كده حاجه مضغوطه وانت بتمسح بيها من الايه بسفنجه من المكان او من العلبه بتاعتها. طيب there are difficulties in manufacturing of these preparation because أول حاجة ال high specific surface of the pigment may preferentially absorb the emulsifying agent، وطبعا ده هيبوظ التحضيرة بتاعتنا لو البيجمنتس بتبقى طبعا بتبقى انت مجزقها عاملها نانو عشان تبقى متوزعة كويس. وبالمناسبة كل ما البيجمنتس بقى حجمها بقى البودر بتاعها بقى اصغر كل ما الكريم بقى اغلى، نعمله بقى نانو فلما بيجي يتفرد ما بيظهرش اي ديفوهات او اي حتت مبقعة في الجلد. كمان الديفيكولتي ان اوبتيننج ادكويت ديسبيرشن اوف بيجمنت تو جيف ريبروديوسبل كلر، اللي هو تقدر ايه البيجمنتس محتاجه خلط كتير، عشان كده بتلاقوا طبعا الفاونديشن كريم بيستغلوكم وبيدفعوكم فلوس كتير قوي فيها. طب بيجمنتس كان بي سسبندد باي ذا يوز اوف سيلولوز ديريفيتيفز، ممكن استخدم سيلولوز ديريفيتيفز بنتونايت هيدريتد ماجنيزيوم سيليكيت، المواد دي بتدخل كمان في تحضير ايه البيجمنتد فاونديشن كريم. طيب دي تحضيرات باكزامبلز كده، اظن نبقى خلصنا المحاضرة.